فهناخد the regions of cecum and the colon. Anatomy of the former appendix, نركز عليها شوية. هناخد the anatomical position والسيجنيفيكانس لهذه البوزيشنز المختلفة وكده. وبعد كده ناخد الريكتم من هذا الكنال، هنركز عليهم شوية، على ان الكنال وعلى التو بارتس اللي فيها. وبعدين هناخد برضه ايه نقطة بسيطة مختصرة عن الديفرنسز بين السمول انتستين واللارج انتستين. طيب اللارج انتستين بتبدأ عند اليوسيكال جنكشن، اليوسيكال جنكشن، جنكشن بين الاليوم وبين السيكل، نهاية السمول انتستين وبداية اللارج انتستين. طول اللارج انتستين حوالي 1.5 متر. واحد ونص متر، احنا لو قررناها يعني بسمول انتستين هنقول 6 متر و مسافة طويلة. اللارج انتستين فقط 1.5 متر. بتنقسم إلى هذه الأقسام. الأقسام لو احنا أخذناها في الصورة كده هلاقي عندنا السيكا، وكلمة سيكا معناها إيش يا جماعة؟ أعور. ليش أعور؟ لأن هو مفتوح من أحد الطرفين، يعني زي كلمة دايفرتيكولم، كلمة دايفرتيكولم وكلمة سيكم بنفس المعنى، وهي الأنبوبة اللي هي مغلقة من أحد الطرفين، أنبوبة مغلقة من أحد الطرفين بنسميها سيكم أو ممكن نسميها دايفرتيكولم، خصوصا لما نتكلم عن الإمبريولوجي. تمام؟ وكلمة سيكم بتتكرر في البودي برضه في الأماكن الأخرى يعني. يعني هذا السيكم اللي في اللارج انتستين في فورامين سيكم في الطنك وفي فورامين سيكم في السكال لو انتم فاكرين يعني. فمعناها ان هذا الفورامين يبقى يعني بلايند من 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 احد الطرفين. يعني فورامين سيكم اللي في الطنك ما هو مكتمل، يعني جلد مفتوح ناحيه الطنك لكن تدخل عليه تلاقي مغلق خلاص، لانه هو اساسا يعتبر ريمننتس للسير بروسال دكت. وفي فرن السيكم برضه في السكال نفس الكلام موجود في الانتيريور كرينيال فوس. طيب فده معنى السيكم، متصلة به الفيرم لومبر بندكس. بعد كده عندنا الرايت كوليك فليكشن، الرايت كوليك فليكشن، بعد كده ترانسفيرس كولوم، بعد كده ليفت كوليك فليكشن، بعد كده ديسندنج كولوم، سجمويد كولوم، والريكتم والان الكلام. يبقى هذه هي الديفرنت بارتس اوف لارج انتستين. برايمري فانكشن للارج انتستين ابسوربشن للووتر والكترولايتس. يعني انت تلاحظ هنا ما في ابسوربشن للنيوترنتس العاديه، النيوترنتس العاديه خلاص يعني انتهى موضوع الدايجيشن وموضوع الابسوربشن الاساسي في اللي هي في السمول انتستين. جينا عند لارج انتستين ممكن يحصل ابسوربشن للايه؟ حسب احتياجات الجسم ليها يعني. وبالتالي يعني ممكن في حالات الامساك المزمن يعني الكرونيك كونستبيشن وحاجات زي كده بيبقى بسبب هذا الابسوربشن للووتر، سبب الابسوربشن للووتر في اللارج انتستين. تمام؟ طيب استورج الاندجست لحد هذه الاندجست ماتيريال ما دي فروق في ثلاث نقاط ما بين السمول انتستين واللارج انتستين، من ناحيه الجروس فيتشرز او من ناحيه الجنرال فيتشرز، من ناحيه بدون يعني من غير الكلام على الهيستولوجيكال ديفرنس. الهيستولوجيكال ديفرنس انا بتكلم عنها الان يعني اخواننا في الهيستولوجيا غطوها. اما الان ففي فروق من ناحيه الجروس اناتومي في ثلاث نقاط تميز بهم اللارج انتستين. اول شيء عندنا حاجه اسمها ايه؟ ابنديسيس ايبيبلويكي. ابنديسيس ايبيبلويكي من الاسم كده نستنبط ايه يا جماعه؟ احنا دايما اتفقنا على ان المصطلحات دي نحاول دايما نعرف معناها. معرفتك لمعنى المصطلح بتفيدك جدا، تشوف المصطلح ده ايه اللي خلاهم اطلقوا على هذا المكان هذه الكلمه؟ ليه الترم ده بيستخدم في الموضوع ده؟ ففهمك لمعنى المصطلح بيفيدك جدا ويخلي الامور بالنسبه لك تبقى واضحه.
ابنديسيس يعني زوائد، هذه زوائد. ابيبلويك يعني حاجه خاصه بالبلوتونيوم، يعني اي الابيبلون اللي هو البلوتونيوم. ابيبلويكي معناها يعني الزوائد البروتينيه. البروتونيوم اللي مغطي اللارج انتستين بتلاقي فيه زوائد دهنيه كده، هي اللي بنسميها ابنديسيس ابيبلويكي. زي ما انتم شايفين كده، شايفين يعني هنا ده زوائد طالعه من البروتونيوم وفيها ايه بعض الفاتس عامله زي ايه البروزات، هذه الاشياء البارزه، ودي ليست موجوده في السمول انتستين. يعني السمول انتستين مغطيه بالبروتونيوم، الفات موجود في الميزنتري نفسه لكن ما موجود على الوول اوف سمول انتستين، بينما الوول اوف لارج انتستين يحتوي على هذه الزوائد اللي احنا بنسميها بالديسيس ايبوبلويك. نمره اثنين، في تينيوكولاي. تينيوكولاي اللي هي اللي هي اللونجيتيودنال ماسلز، اللونجيتيودنال كوت اوف ماسلز الموجوده في اللارج انتستين بتبقى عباره عن 3 باندز فقط، ما هيش كونتينيوس يا جماعه، يعني ما هي كونتينيوس حوالين كل الايه كل الديامتر وكل السيركمفرنس حق اللارج انتستين. في السمول انتستين وضع مختلف، ان عندنا كومبليت سيركولار ماسل لير، في انر سيركولار ماسل لير ماسكه الايه الانبوبه بحالها كده تمام، وبراها في لونجيتيودنال ماسل لير برضه بتلف حوالين كل الديامتر حق الايه حق السمول انتستين. بينما في اللارج انتستين نلاقي الوضع مختلف تمام. السمول انتستين طبعا فيها موتيليتي عاليه وفيها يعني موضوع كبير، فتحتاج هذا القدر من الايه من المسلز تو ليرز محترمين ومالين الوول كله من جميع الجهات. اما نيجي في اللارج انتستين نلاقي لير من اللونجيتيودنال ماسل فايبر، وهذا اللير نوت كونتينيوس، ما هيش مغطيه كل الايه كل السيركمفرنس، وانما عباره عن ثلاث اشرطه، ثلاث 3 باندز زي ما انتم شايفين كده، هذا باند منهم، هذا باند. زي ما احنا شفنا الصوره السابقه اهي، هذا واحد من اللي هو التينيوكولاي تمام. 3 باندز زي في ثلاث اتجاهات، هم فقط اللي هم موجودين في اللارج انتستين كمسل كور. يعني المسكولوزا في لارج انتستين بتختصر على ايه؟ الثري باند. الثري باند سميناهم ايه؟ تيني كولاي. تيني دي جمع تينيا، وتينيا معناها ايش يا جماعه؟ تينيا فاكرين الدوده الشريطيه؟ ايش اسمها تينيا؟ شريط، يعني معناها ثلاث اشرطه. تيني كولاي، كولاي طبعا نسبه للكولون اللي هو لارج انتستين خلاص؟ طيب يبقى هم سموهم ايه؟ تيني كولاي، ثلاث اشرطه زي ما انتم شايفين، فيهم واحد ظاهر او في اثنين من ايه؟ من الناحيتين التانيين. طيب الفرق الثالث بين السمول انتستين واللارج انتستين، هذه الانتفاخات الموجوده في الوول اوف لارج انتستين بنسميها سيكوليشنز. سيكوليشن عباره عن انتفاخات موجوده، هذه الانتفاخات ليس لها مثيل في الايه؟ السمول انتستين. يعني دي الثري مين ديفرنسز بتوين اللارج انتستين والسمول انتستين. اللارج انتستين فيها بالديسيس ايبوبلويكي اللي هي الزوايد الموجوده تحت البروتونيوم، وغير موجوده في السمول انتستين. التينيوكولاي موجوده في اللارج انتستين، 3 باند 3 لونجيتيودنال باند موجودين، بينما ايه في السمول انتستين نو تينيوكولاي، ما فيش باند، انما اللير كلها كونتينيوس واخده كل الوول من جميع الجهات. طيب رقم ثلاثة اللي في سيكوليشنز هنا او يسموها هيستوريشنز اللي هي الانتفاخات الموجودة في الوول وفي لارج انتستين، بينما هي غير موجودة في الايه؟ السمول انتستين. دي اللي هم الثري مين ديفرنسز. احنا كده غطينا واحدة من الاوت كامز اللي هي موجودة في تمام؟ طيب لو بدأنا أول جزء في اللارج انتستين السيكم. السيكم بلايند باوتش زي ما احنا قلنا. بلايند باوتش لايز ان ذا رايت اليك فوسا، موجود في الرايت اليك فوسا. الاليوم اوبنز في البوستر ميديال اسبكت من السيكم، وبتعمل ايه في نقطة الالتقاء مع السيكم بنسميها ايه؟ السيكم جنكشن، بيفتح في البوستر ميديال اسبكت. زي برضه الفيلم فورما بنت زي ايه؟ زي البير تاكت في السكند بارت موجودة.
وبرده فيلم فورب ابندكس بتفتح في نفس الازمه يا جماعه، البوستر ميدل الازمه بتاع السيكم، ولكن الابندكس تحت اليوسيكال جنكشن بحوالي 1 انش، حوالي 1 انش، يعني هما الاثنين في نفس الازمه. لو انت مسكت السيكم كده وبصيت على البوستر ميديان ازمنت هتلاقي مدخل الاليوم اللي هو الاليوسيكال جنكشن تحتيه بحوالي 1 انش او 2.5 سم تقريبا، نلاقي ايه البيز اوف ابندكس الفيلم فورم ابندكس. تمام، الفيلم فورم ابندكس برضه بتفتح بعض الميديال بارت اللي نفس الاتجاه 1 انش بلو ذا اليوسيكال فالف. طيب عادة السيكم بيبقى ان كونتاكت مع الانتيريور فينرول عادة، يعني في الحالة الطبيعية بيبقى هو على طول ان كونتاكت مع الانتيريور فينرول. طب ما هو دايركت انتاكت لان هو يعني مغطاه بالبروتينيه، هو ما فيش دايركت كونتاكت بين الانتيريور فينرول وبين السيكم، لان السيكم مغطاه طبعا في الفرنت بالايه؟ او مغطاه حتى يعني الجزء كله بالبروتين. طيب ادي السيكم، شايفين السيكم كده؟ دي مكان الاليو سيكال جانكشن وتحتيها مكان فتحه الفيلم فورم ابندكس. شوف مكان بالنسبه للايه للبلفس، يعني هنا عند الراديك فوسوم والاليو سيكم، وعاده بيبقى كونتاكت مع الانتيريور ابدومينال. طيب ريليشنز ان السيكم anterior and lateral، ممكن تبقى في كويلز من الانتستين، ممكن الجريتر اومنتم يوصل لهذا المكان، الجريتر اومنتم جاي من الاستومك، ان يبقى فارش يا جماعه، الجريتر اومنتم يبقى عامل فرشه، مجرد انت بتفتح الانتيريور بدون نقول وتدخل وتفتح الفاشيا ترانسفيرسالي والبرايتال والبريتونيوم تلاقي امامك مباشره الجريتر اومنتم. الجريتر اومنتم، ولو كانت يعني الناس اللي هم فات شويه تلاقي هذا الجريتر اومنتم مليان فاتس، وانت ممكن تشوف الكلام ده حتى في الذبيحه، كل حد تشوف الذبحه كده في انت بتذبح خروف او كده، فاول ما بيطلع تفتح الابدومن بيروح طالع لك الفرشه دي اللي هم ايه بيسموها جزرين المنديل او بيسموها لهم مسميات في الموضوع ده، فهي دي الجريتر اومنتم اوف ذا ستومك، بيبقى مغطي هذه الفسره. تمام، هذه التغطية ممكن توصل إلى الفرنت أوف السيكم، يعني ممكن توصل للسيكم على حسب يعني. طيب ده من ناحية الأمام وناحية اللاترال. بوستريورلي السورس ميجر والإلياكس زي ما أنتم شفتوا، اللي هو على الإيه؟ على الإليك فصة موجودة الإلياكس، ونقطة التقاء الإلياكس مع السورس ميجر. تمام؟ طيب في تو مين نيرفز موجودين في المكان ده معديين على الإلياكس، اللي هم الفيمورال نيرف واللاتر كوتينيوس نيرف اوف ساي، ودول برانشز من اللمبر بريكسس ورايحين للور نيرف. تمام، الفيمورال نيرف والكوتينيوس نيرف اوف ساي. من الناحيه الميديال الكولز اوف سمول انتستين، مفهوم الريليشن ده يا جماعه؟ يعني هو الاناتومي تخيل، حد تخيل كده السيكل في مكانه في الامام، ممكن تلاقي بعض الكولز اوف سمول انتستين، ممكن فيها كثير من الاحيان بيبقى دايركت كونتاكت مع الانتيريور ابدومينال وول، ممكن تلاقي جزء من الجريتر اومنتم. تمام، في الميديا بتلاقي كويلز من سمول انتستين، في الباك بتلاقي الالياكس والسوس ميجر وعليهم التو نيرفز المحترمين دول اللي طالعين من اللمبر بليكسس اللي هو الفيمورال نيرف واللاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي، ودول رايحين للور نيرف بيعدوا تحت اللينجوين ليجمنت وبيدوا الساي. طيب الفيلم فورم ابندكس تحتاج عنايه شويه ولا لا؟ طبعا موضوع الابندسايتس والكلام ده موضوع مشهور، والشغل على الابندكس في الجراحه شغل كبير، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج بعض العنايه. طيب يبقى فيري نارو وير ملايك، وير ملايك تيوب شكل الدوده، ولذلك سموها ايه؟ فيرمي فورم يعني ايه؟ شكل الدوده، احنا طبعا بنقول عليها الزائدات الدوديه. فيرمي فورم ابندكس. طيب اوبنز ان بوستر ميديال اسبكت اوف سيكم اباوت 1 انش بلو ذا اليو سيكم فالف. شفنا الاليو سيكم فالف تحتيه ب 1 انش،
تقريبا هنلاقي الفتحة البيرم فورمابيس أو البيز أوف بيرم فورمابيس. طيب فارز اللينس من 8 إلى 13 سنتيمتر. طبعا عندي الانديفيدوال فاريشن من شخص لآخر طبعا محتاج هذه الفرق. طيب الافرج ديامتر 5 ملم حوالي نص سنتي، الديامتر حقها نص سنتي، بينما الطول من 8 الى 13 سنتيمتر. 5 ملم نعم 5 ملم حوالي نص سنتي نص سنتي تمام. طيب ارتيريال سبلاي ليها ارتري خاص بها اسمه البنتيكولار ارتري، فرع من الاليو كوليك، والاليو كوليك ده برانش من ايش؟ من السوبيريور ميزنتريك. احنا المنطقه دي كلها تبعنا، تبع السوبيريور ميزنتريك، تبع اللي هي الميد كات. لا تنسى، اللي ينسى يفتكر بالطريقه دي. يعني عندنا فور كات بيشمل السوفاجاس وشمل الاستومك وخد الجلاندز اللي هي ريليتد ليهم الليفر والسبلين والبنكرياس تمام لحد منتصف الديودينم، يعني منتصف السكند بارت من الديودينم ده فور كات. ودي البلاد سبلاي حقه من وين؟ سيليك ترنك، يبقى برانشات جايه من سيليك ترنك. من اول اللور بارت او اللور هاف من الديودينم وتحط عليها جيجينم وإليم، تحط السيكم وتحط الاسندك كولون والرايت كولك فريكشن لحد الرايت تو سيرد من الترانسفيرس كولون، لحد الجنكشن بين الرايت تو سيرد والليفت وان سيرد من الترانسفيرس كولون، دي الميديكالات. كل دي سبلايد بايش؟ ميزنتريك ارت. بينما الهاند جات الجزء الباقي الانفيريور ميزنتريك ارت. انت لو نسيت هتفتكر الجزء ده تبع الميد جات ولا الفور جات ولا الهاند جات، وبناء عليه تقدر تفتكر الارتر المين ارتر اللي هو سبلاي ذيس بارت. فاحنا عندنا ابنتيكولار ارتري، ابنتيكولار ارتري طالع من الاليو كوليك، واعتبر ده يعني اخر برانش مهم من السوبيريور ميزنتريك تمام. ولا الابنتيكولار ارتري ماشي في فولد من البروتونيه موصل بها للابندكس، هذه الفولد بنسميها ميزو ابندكس، ميزو ابندكس خلاص. طيب الفينس درينج بارت اوف البنتيكولار فين بيروح لليو كوليك فين، وتبع تبع البورتال سيستم طبعا في النهايه السوبيريور ميزنتريك الى البورتال سيستم. الليمفاتيك درينج الليو كوليك لينفيلز البندكس اليوكوليك لينفنود، وفي حاجه اسمها بنتيكولار لينفنود. كان البرزنتيشن مش واضحه لكن هنا السطر الاخيره بنتيكولار لينفنود عباره عن وان لينفنود، وان لينفنود موجوده في الميديا بندكس، ودي من ضمن ايه الليمفاتيك درينيج للفيرم فورم ابندكس. يبقى اساسا اليوكوليك لينفنود زائد البنتيكولار لينفنود. خلاص يا شباب؟ يعني كده عرفنا احنا مكانها وطولها والبلاد سبلاي والليمفاتيك درينج. طيب هذا المنظر شايفين السوبيريور ميزنتريك كده في الاخر تمام، طالع منه برانش الاخير اسمه اليو كوليك. اليو كوليك بيدي يعني بلاد سبلاي للسيكم وبيدي لابندكس. ادي لابندكولار ارتري، لابندكولار ارتري نازل الجزء ده فيه الفرد من البروتينيم اللي هي الميزو ابندكس، داخل في الميزو ابندكس وبيغذي الفيرم فورم ابندكس. خلاص يبقى اسمه ابندكولار ارتري من الاليو كوليك من السوبيريور ميزنتريك. عاده يا اخوانا بتيجي اسئله في الاختبارات احيانا، يعني لو في نزيف في هيمرج من ارتري بيقول لك ايش الارتري اللي انت ممكن لو انت عملت له يعني ايه ليجيشن توقف النزيف ده، انت تفكر على طول في الارتر الرئيسي اللي هو الارتر الصغير ده جاي منه. يعني دايما الفكره دي جايه في ذهنكم، يعني افترض ان في عمليه بتتعمل في الابندكس وهذه الابندكولار ارتري ما اتقفل يعني وعامل نزيف وانت ما انت شايفه عشان تقفله مثلا. طيب بتروح انت داخل على ما هو اعلى، في الاعلى هتقفل ايه الهيدرو كوليك ارتري او تيرمينال بارت من ايه؟ من السوبيريور بهذه الطريقه. يعني بهذه اقصد ايه؟ هذه الكيفيه التعامل مع هذه الاسئله. انت عندك ارتري عمل هيمورج في مكان، عمل مشكله، هذه المشكله انت قد تحتاج انك تقفل الارتري الرئيسي، تقفل المفتاح الرئيسي
حق الايه حق الغاز مثلا او حق الكهرباء او لما تكون عندك مشكله في مكان او كده فانت بتعمل ليجيشن للارتر اللي هو اصلا يعتبر الاوريجين لهذا البليد. طيب اللوحه دي مهمه يا شباب اللي هي البوزيشن اوف ابندكس. البوزيشنز اوف ابندكس الابندكس لها بوزيشنز مختلفه وبالتالي ممكن الدكتور بيفتح هو يدور عليها ما بلاقيها يدور عليها فين. طيب هذه البوزيشنز بنسبه 74% حوالي 3 ارباع الحالات ريترو سيكل ريترو سيكل تبقى بهايند ذا سيكل يبقى حوالي 74% من الحالات يعني معظم الناس الابندكس بتبقى ريترو سيكل. تمام يليها في الاهميه 21% من الناس بتبقى بيرفكت بيرفكت الناس ده على بيرفكت دي ريترو سيكل ودي بيرفكت تبقى نازله من السيكل ناحيه البلفس. طيب الثلاث حالات الباقيين حالات شبه نادره يعني 3.5% سب سيكل من تحت السيكل كده وفي بري اريال بري اريال يعني ما يعني قدام التيرمينال بارت من الاريال وفي برضه بوزيشن اخر وهو البوست اريال كل ده وارد بس بنسب صغيره. في انامنس اللي هو السبتيك لا ما ده موضوع مختلف الموضوع بيكون يعني في يعني هذه الانوميليز بتبقى مرتبطه برضه باذر كونجكتورز حاصله في الجاي لكن الكلام اللي بتكلم عليه في السولوجيكا ما هوش باثولوجيكا. طيب يبقى احنا عندنا البوزيشن الرئيسي للفيرم فورما بيلكس ايش يا شباب؟ ريترو يعني الصورة اللي دايما بترسم لك كده وتتعامل كأنها ريترو أو سب سيكل دي أقل في التكرار وفي الأهمية من الريترو سيكل هي أساسها ريترو سيكل يليها البيرفكت يليها سب سيكل والاثنين هما البري اريال والبوست اريال دول حالات نادرة تمام؟ طيب سيرفيس اناتومي اوف ابندكس لما اقول سيرفيس اناتومي اوف ابندكس واحد يسالني سؤال كده يكون واحد ذكي كده يقول لي ايش؟ طب ما انت يا دكتور بتقول بوزيشنز مختلفه يبقى كيف سيرفيس اناتومي؟ السيرفيس اناتومي لاي بوزيشن؟ لا بس هم نفس المكان هو البيز البيز ممكن من اللي قال البيز؟ يبقى احنا البيز لا يختلف يا شباب البيز اوف ابندكس ركزوا في الحياه الحته دي تطلع جراحين ان شاء الله البيز اوف ابندكس ثابت خلاص موجود في البوست روميديا لازبت للايه للسيكم خلاص ويعني 1 انش بلو زي اليو اليو سيكم جنكشن هذا المكان ثابت لا يتغير الفيرم فورم ابندكس نفسها هي اللي تتغير مره تنزل بيرفكت مره تبقى ريترو سيكم مره تبقى تحت تاخذ البوزيشنز المختلفه حقتها لكن البيز في مكان فاحنا لما بنيجي نفتح ونحدد سيرفيس اناتوم هنعمل سيرفيس اناتوم للبيز والكلام ده اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن انتيريور ابدومينال وول لما قلنا ايه المكبيرنس بوينت. طيب يعني فاحنا لو احنا خدنا خط كده تخيلي ما بين الامبلايكس والانتيريور سوبيريور اليك سباين تمام هذا الخط جنكشن الاثنين سير والميديال كرسيرد في هذا الخط دي نقطة المكبيرنس بوينت ودي السيرفس اناتومي بيز اوف ابندكس سيرفس اناتومي بيز ودي النقطة اللي انت في اثناء الاكزامينيشن بتدور عليها يعني لان دي بيتجمع فيها البين يعني البين ممكن يبقى فيك وممكن يبقى امبلايكر لو مريض عنده ابندسايتس يعني لكن انت في النهاية بالفحص بتلاقي نقطة تركيز البين في هذه النقطة والنقطة دي اللي بيحصل فيها ما يسمى ريباوند تندرنس الريباوند تندرنس هذا الريباوند تندرنس معناه ايش؟ بتضغط انت على المكان ده يخف الالم لو انت شلت ايدك المريض يصرخ فدي علامه مميزه للابندسايتس. طيب لكن انت لما بتفتح ممكن انت بتعمل تراسنج للمكان ده انت احيانا بتبقى الامور غامضه بالنسبه لي ودايما انت بتبقى حريص تخلي الفتحه صغيره يعني طب ما تفتح يعني عشان الموضوع ما يبقى فيه انسجنال هيرنيا واحنا زي ما احنا قلنا ان الفتحه دي عاده بتبقى ايه؟ ما بتبقى مصر كاتنج انما ايه سبليتنج
بنعمل سبليتنج لكل لير من المصل لوحديها، فبالتالي المجال عندك ضيق شويه. فانت ممكن من خلال التيني كولاي توصل للايه؟ للابندكس. لو انت ظهر عندك السيكم، ظهر عندك الديسندنج كولون، تمشي مع التيني كولاي يوصلك للبيزوفندكس. طيب ما علينا من هذا الكلام. فهذه النقطه هي نقطه السيرف اناتومي للبيز اوفرنكس. واضحه شباب؟ طيب خلاص راحت لحالها الابندكس. طيب الانديوسيكال فالف يحتاج كلام. نقطة التقاء الاليوم مع السيكم يبقى فيها فالف. سمر احنا قلنا ان في زي فالف البيلورس، تعتبر فالف بتسمح بمرور الماتيريالز من الاستومك الى السمول انتستين بقدر على حسب الاحتياج، وعشان تدي فرصه للاستومك انها تشتغل على هذا الفود وهذه الفلويدز. تمام. وبعدين هذه السفنكتر اللي هي موجوده في البيلورس تتحكم في مرور الطعام الى السمول انتستين. هنا برضو عندنا فالف اخر يتحكم في مرور الطعام من السمول انتستين الى اللارج انتستين. الجزء الاخير نقطه التقاء الاليوم مع السيكم بيبقى ايه؟ عامله زي ايه؟ تعمل جنكشن وبتعمل فالف بنسميه اليوسيكال فالف. طيب اليوسيكال فالف بيتكون من تو ليبس، دي تو ليبس كده ابر ليب ولور ليب، وهذه التو ليبس تلتقي مع بعض. تمام. وتعمل هذا الفالف. هذا الفالف عباره عن السيركولار مصر لير حقه الاليوم، بتبقى سكنت في هذا المكان، يحصل لها سكنس في المكان ده تتحكم سيركولار مصر لير، وعشان تتحكم وتقفل الايه هذا الفالف او تفتحه على حسب الاحتياج. طبعا التحكم الكنترول هنا يا جماعه اوتونوميك، لا علاقه لك به، تشتغل حسب السيستيك والباراسيستيك. طيب فانكشن معايا الفالف اللي هو ايه؟ بريفنتنج ريفلكس فروم سيكم تو اليوم وريجوليتنج الباسج كونتنس من اليوم. يعمل ريجوليشن الباسج كونتنس في اليوم. ونمرة اثنين يمنع الريفلكس، يمنع ارتجاع هذه الكونتنس من السيكم الى الاليوم مره اخرى. يعني يسمح لنا تو فلابس برضه عاملين زي الفالفز الموجوده في البلاد فيسلز اللي هي موجوده في الفينز، تمنع الارتجاع، تخلي الكونتنت تمشي في اتجاه واحد. واضح يا شباب؟ ادي المنظر ده اللي هو اليوسيكال فالف والتو فلابز اللي موجوده فيه. وعرفنا هنا ايه السيركولار مصر هي اللي بتبقى عامله سكننج وبتشتغل كمان. تحتيها بوان انش اللي فتحت ايه؟ الابندكس. وهم الاثنين موجودين في البوسترو ميديال اسبكت وفي سيكم. طيب خلاص يبقى احنا كده خلصنا ابندكس وسيكم. ندخل على الكولون. الكولون الكلام فيه بسيط. نبدا بالاسندنج كولون. اسندنج وفي ترانسفيرس وديسندنج وسموه الكولون. الاسندنج وديسندنج ريترو بريتونيال. تمام؟ بينما الترانسفيرس والسجمويد انترا بريتونيل. طب ايش معنى الكلام ده؟ ان انت عندك السند كولون والسند كولون بيبقوا كفرد بالبروتونيوم في الفرانك في السايتس، بينما الباك ليه دايركت كونتاكت مع البوستيريا ضمن الروح، يعني مغطيه من ثلاث جهات، بينما الجهه الرابعه ما يلفها البروتونيوم، وبالتالي يعتبر فيكسد. السند كولون يعتبر فيكسد يا شباب، ما يتحرك، لان البروتونيوم ماسكه في البوستيريا ضمن الروح، مغطيه من الامام ومن الجناب كده من تو سايز، ويعملوا فيكسيشن على البوستيريا ضمن الروح. الديسند كولون نفس الكلام. اما ترانسفيرس كولون فبيروح البروتونيوم يعمل فولد حواليه، يعني يغطيه كده يمسكه في فولد. الفولد اللي هي ايه؟ ترانسفيرس ميزوكولون. هذه الفولد تسمح له بنوع من الحركه، يبقى في نوع من الحركه في الترانسفيرس كولون لانه ممسوك في فولد من البروتونيوم. يعني البروتونيوم هنا ايه؟ لو احنا كده شفنا الورقه دي كده، لو دي لارج انتستين البروتونيوم مغطيها كده مثبتها ايه؟ في البوستيريا ضمن الروح فرانت وسايدز. اما الباك لا. اما الترانسفيرس كولون تلاقي البروتونيوم عامل فولد عليه.
ممسوك بفرد، وبالتالي ايه بامكان انه ايه هذه الفرد اللي هي ترانسفيرس ميزو بول، تمام؟ وبالتالي يبقى موفابول ويبقى كومبليتلي كفرد بالبروتونيوم، وبنسميه انترا بروتونيوم، انترا بروتونيوم. نفس الكلام في السجمويد كولم، السجمويد كولم برضو عمل فرد من البروتونيوم بنسميه سجمويد ميزو بول، تمام؟ السجمويد كولم ترانسفيرس كولم اليوم فرد من البروتونيوم يسمحوا البروتونيوم موفمنت، وبنسميهم انترا بروتونيوم. انترا يعني داخل بروتونيوم مغطي كومبليتلي بالبروتونيوم، بينما الاسند كولن والاسند كولن بيبقوا ايه ريترو بروتونيوم، يعتبر ريترو بروتونيوم اورجنز مغطيين من الفرنت والسايدز. طيب الجنكشن اللي بين الاسند والترانسفيرس بنسميها رايت كوليك فليكشن، بتبقى طبعا انفيريور للرايت لوب اوف ليفر، وعامله فيها ايه امبريشن، فاكرين الكوليك امبريشن اللي في الليفر هي دي حاجه الرايت كوليك فليكشن. الليفت كوليك فليكشن بتبقى اعلى شويه، تمام، وبتبقى ريليتد للسبلين، برضو لها امبريشن في السبلين، عامله امبريشن في السبلين، في سلاير من السبلين. طيب الاسند الكولن حوالي 13 سنتي لونج، استند ابورد من السيكم لحد الرايت كوليك فليكشن، كفرت البروتونيوم الفرنت والسايدز والستريل النو بروتونيال كفرنج، خلاص كلام مفهوم ومنتهي. الريت كوليك فليكشن بيسموها هيباتيك فليكشن لان ريت الليفر، تمام. طيب دي تعتبر هي الجنكشن بين الاسندك والترانسفيرس، كفرت البروتونيوم اكسبت بستريل زيها زي الاسندك كولن. طيب انتريورلي وسوبريورلي ولاترال اللي هي الريت كوليك فليكشن تو كارليتد الكوليك امبريشن اوف ذا الريت كوليك فليكشن، تمام. بوستر ميديالي تبقى دايركت ريليتد للريت كيدني، ولما اقول دايركت ريليتد معناها ايش؟ مفيش بروتينين بينها وبين الكيدني، يعني الكيدني فقط مغطاه بالفاشيه حقتها الرينا الفاشيه، وعلى طول دايركت يعني ويزن كونتاكت مع الريت كوليك فليكشن. فيها مشاكل يا جماعه؟ طيب ادي الريت كوليك فليكشن وشوف مكانها كده بالنسبه للليفر، وعامل هنا امبريشن وراها الرايت كيدني، تبقى دايركت للرايت كيدني. الترانسفيرس كولون طوله حوالي 38 سم تقريبا. طبعا هذه الارقام يا جماعه دايما فريش، ما تاخدهاش على انها مسلم، يعني اللي جيت كولون اطول من كده تقول ده ابنورمال ولا كذا. طبعا في انديفيدوال فريشن واضح جدا، الناس طبعا الناس حتى الاطوار والاشكال وبعد كده في السكشوال ديفرنسز بين الميلز والفيميلز واشياء كثيره جدا، والحاجات اللي هي تعتبر ريشيال ديفرنسز بين الاجناس البشريه المختلفه، طبعا في اجناس طويله واجناس قصيره وغير ذلك. فهذه الارقام ارقام تقريبيه وبتتعطي عشان تقريب المفهوم بس عشان تبقى فاهم الابعاد، لكن ليست هذه الارقام يعني تتعامل فيها بدقه مع جميع الحالات يعني، انما هي ارقام فيها فاريشن. طيب اللي قبله ده اللي هو الترانسفيرس كولون يمتد من الرايت كوليك فليكشن لحد الليفت كوليك فليكشن في الليفت هايبوكوندريا. طيب انت البدايه بيكون لسه الفولد ما تكونش، يعني تكون البروتينين ما زال مغطيه، وبعد شويه يروح طالع حول الامام يروح ساحب معايا الفولد من البروتينين. فالجزء اللي في البدايه ده بيبقى ريليتد للسكند بارت من الديودينم، بيبقى دايركت ريليتد للسكند بارت من الديودينم وليد البنكرياس، تمام. يعني في بدايه ترانسفيرس كولون بيبقى دايركتلي ريليتد، وكلمه دايركت انت فاهمينها هنا ماذا نقصد بها؟ مفيش بروتونيوم بين الاثنين، دايركت ريليتد السكند بارت من الديودينم والهيد البنكرياس. لكن بعد شويه خلاص فصل يبعد، يجد فيه فولد من البروتونيوم، بدل البروتونيوم كان مغطيه كده بس اصبح ايه البروتونيوم طول البروتونيوم وعمل فولد اللي هي ترانسفيرس ميزو فولد، فخلاص يبقى هنا يعني بس البيجيني من الشويه الاولانيه فقط خلاص في ايوه نعتبر سكند بارت من الديودينم والهيد اوف بنكرياس. طيب بقيت الكولن طبعا كومبليتلي كفرد بالبروتونيوم،
وهذا البروتونيوم اللي هو ترانسفيرس بيذكرون يا جماعه التشد في الخلف. التشد وين في الخلف؟ لو انتوا فاكرين سيبكم من السلايد كريم البنكرياس الى الانتيريور بوردر البنكرياس ترانسفيرس بيذكرون تمام كده. هذه الترانسفيرس كولون هنا وده الميزيكول اللي هو الفرد من البروتينين التاتشت في الخلف الانتيريور بوردر اوف بنكرياس. طيب الليفت كوليك فريكشن نسميها الاسبلينيك فريكشن لان هي ريليتد للاسبلين و بتبقى هاير ذان ذا رايت كوليك فريكشن. طبعا الاسبلين عامله بريشن برضه في الاسبلين من ضمن الفيسرا السيرفس اوف الاسبلين. طيب دكتور هو الان البروتينيوم هو اللي راسك البنكرياس مو هو الترانسفيرس كولون؟ لا طبعا مش ترانسفيرس كولون ترانسفيرس ميزوكولون. ميزوكولون ده البروتينيوم الفولد يا شباب يعني ما تخلطش بين ترانسفيرس كولون والترانسفيرس ميزوكولون. كولون ده الكولون نفسه ميزوكولون الفولد اللي ماسكاه تمام. فالفولد اللي ماسكاه تاسد الانتيريور بوردر من البنكرياس. طيب الديسندنج كولون حوالي 25 سنتي لونج اطول طبعا من الاسندنج من الليفت كوليك فريكشن اعلى تمام. برضه نفس اللي هي ريترو بروتونيال يعتبر يعني كفر البروتونيال من فرانتوم سايدز الباك بتاعته دايركت كونتاكت مع السيربلون. والاماكن دي احنا قلنا عليها دي بين اريا اوف جت صح ولا لا؟ لما احنا قلنا عندنا بين اريا في الليفر تمام في حته بين اريا صغيره برضه في الاستومك في الباك وفي الاستومك تمام ريتد للديفرام وفي البين اريا في السند كله والسند كله. وقلنا ليها اهميه كلينيكيه في حاله تمام تبقى فيها ما تبقى من ضمن الاماكن اللي فيها بورتو سيستمك انستيموز لان الكولون سبلاي يعني البلاد حقه بورتر تبع البورتر سيستم بينما البوستر ضمن الول تبع سيستمك الفينز بحقته راحه ايه راحه للانفيرير والسوبيرير فينا كافا تمام. فنقطه الالتقاء دي تبقى نقطه للايه للبورتو سيستمك انستيموز. طيب الريليشن للسندنج كولون في الفرنت كويلز السمول انتستين الجريتر اومنتم برضو موجود انتيريور ضمن الرول حياتها المعتاده موجوده في هذا المكان بوستريورلي من فوق لتحت كده لاترال بوردر الليفت كدني والكوادريس لامبورا مصل والاوريجين اوف ترانسفيرس سابدومينيس وهي طالعه من اللمبر فاشي تمام الاليا كريست تمام والالياكس مصل والصورس ميجر يعني الحياه دي من فوق لتحت كده لو انت بصيت عليها في الرسمه وفي الصوره بس عشان ايه نفكرك بالاستراكشرز الموجوده في هذا الاتجاه. الديسند كولون سيبريتد فروم اباف استراكشرز باي زي ايه اللي بينها وبينها وبين البصرز دي اللي هي كونس رامبورم والرياكس والصورس ميجر هذه النيرفز اللي هي ايش؟ اليو هايبوغاستريك واليو جوينر واللاترال كوتينيس نيرف اوف ساي والفيمورال نيرف دي من ضمن الايه؟ اكسس من ضمن ال برانشز اوف لمبر بالاكسس. انت فاكرين احنا اتكلمنا عن السيكم كنا برضه ريليتد للاتر كوتينيس نيرف اوف ساي والفيمورال نيرف في الراي بس هو بيبقى بعيد شويه عن المنطقه اللي فيها الاليو هايبوغاستريك والاليو جوينر بيبقوا ميديال شويه بينما هو يعني بيبقى ريليتد ليهم الديسند كول. واضح يا شباب؟ ما في كلام كثير يعني في السند كولون. هذه منظر السند كولون شوف الليفت كوليك فليكشن ترانسفيرس كولون هنا ايه مقطوع كده متشال المنطقه دي بدايه اللي هي ترانسفيرس كولون ار ريليتد السكند بارت والبيدرم والهيد والبنكرياس بعد كده خلاص بيدخل في الفولد اللي هي ميزو كولون اللي تبقى تاتش الانتيريو بوردر من البنكرياس هنا الرايت ليفت كوليك فريكشن ريليتد للكوليك امبريشن الموجوده في السبرين وبعدين الديسند كولون ماشي هنا نادي ليفت كيدني والكوادرس لامبورام والاوريجن حق الاسفاسيس ابدومينيس هي طالعه من اللمبر فاشي هنا ورا ودي السورس ميجور ودي الالياكس وهنا النرفز اللي هي حق اللمبر فيس.
صورة زي دي المفروض تبقى حافظها بذهنك خلاص. يعني يقول لك سمعت السمع وعارف الأبعاد، عارف السمع، تعال ليش الورق بيدنا، ليش الورق بالكلياس اللي فيه البنكاف والأورطة التوكيدنيز، هذه الأشياء الوريتار. تمام، يعني هذا التصور لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كطبيب. طيب سجمويد كولون، كلمة سجمويد معناها ايش يا شباب؟ استشير. وطبعا يعني كونتينويشن للسن الكولون لحد بداية الرئة. استشير، وبيبقى هنا البروتونيوم خلع هو من البروتونيوم، يعني خلع من ايه؟ من البوستيريور كولونر وول، فعمل فولد. البروتونيوم هنا عمل فولد، سميناها ايه؟ سجمويد ميزوكولون. سجمويد ميزوكولون، فولد من البروتونيوم هي اللي مسكت السجمويد كولون. طوله حوالي يعني 15 انش، يعني من 25 ل 38 سم تقريبا. تمام، بيطلع من الريف السايد من البيرف كور. تمام، وبعدين بيدخل على البيرف كامل من داعي الثيرد بيس اوف سكرم. ركزوا على النقطه دي يا شباب، ثيرد بيس. سكرم في كم بيس؟ خمسه. هم عبارة عن خمسة في التبري مندمجين مع بعض. التالتة فيهم اللي هي الأوسط الوسطى، هي بداية الريكتم. يعني بداية الريكتم الثيرد بيس بيس تعتبر هي نهاية سجمويد كولون. سجمويد كولون هنا كده جه عند الثيرد بيس اللي هو انتهى وبدأ ايه؟ الريكتم. واضح؟ طيب سجمويد كولون موبايل، احنا بنقول ليش موبايل؟ لأن في فولد من البروتونيوم اللي هي سجمويد كولون. طيب ما في كلام كثير السجمويد كولون، وانما هي الكلام يبقى على الريكتم وعلى الهم الكلام اكثر. طيب الريكتم about 5 inches حوالي 13 سم تقريبا. begins as continuation السجمويد كولون as the river fish serve the base of السكرم. طيب runs downwards following a curve كيرف اوف سكرم. طبعا السكرم بيبقى كيرفت، الكونكافيتي حقه ناحيه البلفس، كونفكسيتي ناحيه الباك. خلاص. طيب البروتونيوم كفرنج حق الريكتوم، ركزوا في البروتونيوم كفرنج. بقسم الريكتوم الى ايه؟ 3 بارتس، ابر وميدل سيرت والميدل سيرت والانفيريور سيرت. طيب الأبر يبقى كفرد بالبروتونيوم من فرونت اند سايدز. الريكتم كفرد بالبروتونيوم اللي هو الأبر وان سير من الريكتم، كفرد بالبروتونيوم من فرونت والسايدز. زي الحسب اللي قلت سيدي. يعني يعتبر فيكسد على السكرم. فرونت والسايدز طبعا البروتونيوم ماسك في السكرم. كمل. خلاص؟ الميدل سيرد كفرد بالبروتونيوم من فرونت اولي. لأن بدأ البروتينيوم يخلع، ليه هيخلع؟ لأن هيروح على السوبر سيرفيس اوف بلادر، هيدخل على السوبر سيرفيس اوف بلادر أو في الفيميل، هيدخل على اليوترس يغطي اليوترس الفاتس اوف اليوترس، وبعدين ريفليكتد على السوبر سيرفيس اوف بلادر. خلاص؟ ففي في الميدل سيرد من الريكتم هيبقى كفرد اولي فقط في الفرنت. الفرنت فقط هو اللي مغطاه بالبروتينيوم، بينما السايدز نوت كفرد. اللور وان سيرت من الريكتم ما في بروتونيوم، لان خلاص البروتونيوم ايه؟ البروتونيوم الساك مش سابنا احنا، لان هو غطى البلفك فسرة ورفلكتد على الانر اسبكت اوف انتيريور ابدومينال وول. خلاص تمام؟ طيب يبقى ايه؟ الابر سيرت كفر ان فرانت وسايدز، الميدل سيرت كفر اونلي بالبروتونيوم انتيريورلي، بينما اللور سيرت هاز نو بروتونيوم كفر. واضح يا شباب؟ الميدل ثيرد يشفق عن الابر، عن اللور؟ عن لا الابر والميدل، يعني الميدل كان كثير. طيب انا عايز بس اشوف لك الصوره هنا لو في صوره. شايف خلينا في الصوره دي. البروتونيوم زي كده ومغطي هنا الفرنت، مغطي السايدز، يعني مع الفرنت داخل على السايدز للريكتر ماسك في البون بيكمل. دي في الابر سايد. نيجي في الميدل سيرد في اللي هو المنطقه دي، هتلاقيه غطى الفرنت ورفلكتد هنا على السوبيريو سيرفيس
للبلاتر وبعدين من هنا راس بالتفنتير وبالنرو. يعني السايت حق التربيد الثالث ما هي مغطية؟ لا ما هي مغطية. خلاص؟ بقيت هي اللور سيل طبعا ما لي علاقة بالبروتين، البروتين ما اخره هنا. اخره هنا دي دوبلس باوتش اللي هي المكان اللي هو مثلا في زيكو ريكتال باوتش بالنسبة للميل. في الفيميل اللي هي بنسميها يوتيرو ريكتال باوتش أو دوغلاس باوتش مشهورة في عند دكاترة النساء. تمام؟ اللي هي دوغلاس باوتش. يعني شوف هنا البروتينيوم مغطي الأبر سيرد الميوسايتس في الميدل سيرد الفرنت فقط وبعدين ريفلكتد على اليوترس. مغطي الباك اوف يوترس والفندس اوف يوترس والانتيريو سيرفيس اوف يوترس وريفلكتد على السوبيريو سيرفيس من اليورينال بلادر. تمام؟ عامل هنا في زيكو يوتراين باوتش. في زيكو يعني في زيكو على بلادر. زيكو يوتراين باوتش في المنطقه دي وبعدين طالع على ايه؟ على الانر اسبكت اوف انتيريور ابدومينال وول. يعني نقدر نقول حتى في الفيميل مغطي البروتينيوم على اليوترس كامل. مش كامل بس انت هنا مغطي هنا الباك والفانتس وجزء من الفانتس كان السيرفكس مكشوف. السيرفكس مش عيب السيرفكس بس. خليها دي لما ندخل على الجنتال سيستم. خلاص؟ فالبروتينيوم هنا اللي احنا لا نتكلم عن الكتاب فقلنا احنا هي الابر سيرف مغطي الفرنت والسايدز بينما الميدل سيرد الفرنت فقط واللور سيرد هاز نو بروتينيوم. خلاص؟ طيب الريليشنز بين الريكتال طبعا في الفرنت هيختلف الميل عن الفيميل. في الميل الابر بارت من الريكتال الريكتال للريكتال في زيكل باوتش اللي بقول لكم عليه تجيب من البروتينيوم اللي هو بين البلادر وبين الريكتال. وهذا الباوتش كونتيننج كويلز اوف هيليوم سبمويد كول كده تكون داخله يعني في اللور بارت ريليتد للبيز اوف بلادر. طب البيز اوف بلادر في الميل فيها ايش يا شباب؟ لسه ما خدتش جيب ريزيستر؟ لا البروستات موجوده تحت النك والبلادر تحت. احنا بنتكلم على البيز اوف بلادر البوستيريو سيرفيس اوف بلادر موجود عليها السيمينال فيزيكيلز والامبولا اوف فاز ديفرنس. اثنين امبولي جايين من الليفت والرايت وتو فيزيكال السيمينال فيزيكيلز. تمام؟ بيتحدوا مع بعض يعملوا جاكولاتر ضغط. دول ابلايد على الباك اوف بلادر. الباك اوف بلادر بنسميه البيزو بلادر بينما البروستا انفيريور للبلادر بتبقى ايه؟ اراوند ذا نيك اوف بلادر تحت وتحت النيك بتحيط بالايه؟ بالبروستاتيك يوريسيم. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا في الميل دكتور نعم كيف السجمويد كولوم قدام الريكتال؟ ما هو السجمويد كولوم انت بغيت انا عايزك تفهم حاجه كنت عايز اقولها بس انا قلت اكيد انتوا فاهمينها يعني. هو هذا الباوتش فاضي اساسا ما في شيء كباوتش لان دي بروتينيال كافيتي فري كلوز ذا ساك بروتينيال كافيتي خلاص. لكن السجمويد تكون عامل كويلز وبعد كده احنا قلنا فريلي موف يعني موفابل خلاص بيتحرك يعني ايه فهذه الكويلز بتتحرك وراحت محطوطه في الحته دي يعني الكويلز نفسها مغطيه بالبروتينيوم حقها كلها راح زي الكل في انتستين كويلز في اسمه انتستين تلاقي هنا كويلز والكويلز ماليه المكان يعني واخد بالك لكن مش معناها ان انت عندك ريليشن واضح بين السجمويد كولون وبين الفرنت اوف ريكتر انما هي مكان هو السجمويد كولون بيتحرك وياخد هذا البوزيشن واضح؟ طيب يبقى في الميل اول شيء جابنا الباوتش ده اللي هو هذا الجيب من البروتينيوم اللي بين ايه الريفليكشن بين الايه من الريكتم وبين السوبيريو سيرفيس والبلادر. تمام سميناه ريكتو في زيكال باوتش واحيانا يسموه في زيكو ريكتم ما في مشكله لا مشحه في الاصطلاح زي ما بيقولوا. تمام هذا عباره عن باوتش من البروتينيوم هنا وبعدين هذا الباوتش بيحتوي على كويلز من الهيليوم والسجمويد كولون وكده. اللور بارت في الفرنت اوف ريكتم هي قابلنا عندنا البيزو بلادر. البيزو بلادر في الميل وراه ايش؟ ايه اللي لازق في البلادر من الخلف؟ التو امبولي اوف فاز ديفرنس والتو سيمينال فيزيكلز الناحيتين. تمام؟ اتخذ التفصيل مع الجينيتال سيستم. الفيزيكال سيمينال فيزيكال مع الامبولا اوف فاز يتحدوا مع بعض من جاكريتر ضغط. يعني يطلع لي في النهايه اثنين جاكريتر ضغط. دول هيدخلوا على البروستا تحت ويفتحوا في البروستاتيك يوريستر. خلاص؟ يبقى هو ده اللي يعتبر الانتيريور ريليشن
للريكتم فيلم. طيب في الفيميل الابر بارت بيبقى عندنا احنا هي ريكتو فاجينال باوتش او بيحتوي على كويلز من الاليم او السبول وسميناه دوغلاس باوتش. تمام دوغلاس باوتش ده يعني موضوع هتركزوا عليه. طيب اللور بارت بيبقى دايركتلي ريليتد للبوستيريور وول اوف فاجينا زي ما انت شفت الصوره كده. ده دوغلاس باوتش وهنا الريكتم دايركتلي ريليتد للبوستيريور وول اوف فاجينا وزارة البريتوني. خلاص طيب البوستيريور المتفق عليه بين الميل والفيميل وهو السكرم سكرم الكوكسك اللي هو العظم والعظم ده عليه ايش؟ عليه البيروفورمز بسيط ونزل عليها الميديان سكر في السجيان الأورطة الميديان سكر الارتري والفين جاي من الأورطة على الفرنتو في سكر دخلنا على الفيلفس بيرفورمز بس موجودة كوكسيجياس والفيتر انابو ده هنخدهم مع المسلس والفيلفس. تمام ممكن تلاقي بعض البرانشز اللي طالعة من السكر بريكسس. تمام تال باك هذا الباك لا خلاف عليه بين الميل والفين سكر كوكسيك الكوكسك عليه بيرفورمز مصيد في كوكسجياس وفي الفيتوريناي وفي الميديان سكرا فيسز اللي نزل من الأورطة على البلفز. يعني الوصل الحين يفصل عن البون صح؟ طيب ونيتش سايد لابر بارت البارا ريكتال فوسا واللور بارت للكوكسجياس والفيتوريناي. البارا ريكتال فوسا طبعا مليانة فيها الكولز في انتستين في الناحيتين بينما هي تحت شوية دخلنا على البلفك فلور. البلفك فلور ما هوش كده ما هوش مسطح وانما مايل فبدأنا احنا الجزء العلوي من البلفك فلور ممكن يبقى ريليتد للاير لور بارت من الملك. واضح يا شباب ولا في مشكلة؟ طيب نرجو نكون واضح للكل ليس لكم فقط. طيب لأنه هو أنت متخيل تخيل الشيء تخيل الأورجان ايش اللي وراه ايش اللي أمامه ايش اللي هنا ايش اللي هنا هذا التخيل وتساعدك في هذا التخيل الصور ويساعدك أكثر المشرحة والموديلز والأشياء زي كده لما تلاقي أنت في أورجان ولا حاجة غامض بالنسبة ليك في فهم شكله وريليشنز حقه تطلع على العملي وتشوف في المشرحة مش تبقى كل تركيزك على الاختبار وعلى الأوتكمز وعلى ايه النقاط اللي انت حطها لكم عشان تختبر فيها وتجيب درجة حلوة وخلص وانما تكون يعني تهتم بان انت تفهم الامور لان هذه الطريقة اللي انت تبني عليها بعد كده اشياء كثيرة جدا. طيب هذا الريكتم شايفين الريكتم هنا في الفيميل فيميل بلفيس هنا الريكتم هنا اليوترس ترانتيوبز دي الرينر بلادر شايفين يعني هنا البروتينيوم بيغطي كده وبعدين ريفليكتد على اليوترس ومن اليوترس ريفليكتد على الرينر بلادر ومن الرينر بلادر على الانر اسبكت اوف انتيريور ابدومينال وول دول الناحيتين اللي هم البارا ريكتال فوسي في الناحيتين دول بيبقى فيهم كويلز من التستين وكويلز برضه ممكن اوف سبميت كولوم يعني اوف سبميت كولوم برضه في هذا المكان. طيب ده الانجوين الليجامنت وهذه طبعا هي الاكسترنال اريا ارتري وفين هنا يتحولوا الى فيمور مجرد بيعدوا من الانجوين الليجامنت بيقسموا مية فيمور ارتري اند فين. طيب نيجي اخر جزء في الـ في الالمنتري تراكت اللي هو الانا الكنال. لأن الكنال طولها حوالي 1.5 انشز يعني حوالي 4 سنتي لونج خلاص رانز داون وورز اند باك وورز فروم دايركتال تو زينس الجوبلين. طيب ريليشنز لهذه الانا الكنال انتيريورلي في المين البرينيال بودي. البرينيال بودي يا جماعه دي عباره عن فايبر ماسكولار ماس ركزوا معايا انتوا ما هتاخدوا البرينيال من البرينيال في السكند سمستر فايبرو ماسكولار ماس كتلة ليفية عضلية قوية موجودة في منتصف البرينيوم. تمام
طيب هي في البرينيوم بيبقى احنا عندنا في اليوروجينيتال ترينجل اللي هي المثلث الامامي والمثلث الخلفي اللي هو ايه بيبقى فيه الانال ترينجل خلاص بين التو ترينجلز دول موجوده هذا الماس ايش فايده الماس دي بتدي اتاتشمنت للسمول ماسلز والبرينيوم البرينيوم فيه سمول ماسلز خاصه باليوروجينيتال ترينجلز اللي موجوده في الامام او ناحيه الانال ترينجلز في سمول ماسلز تبقى اتاتشد بتاخد انسيرشن في هذا المكان اساسا يعني تاخد انسيرشن في البرينيال بودي وده موجود في الميل والفيميل موجود في الميل والفيميل بس عشان ما تجيب سيرته تبقوا تفهمين وده عباره عن ماس موجوده في الميل وفي الفيميل في منتصف البروتونيوم عباره عن فايبروماسكولار ماس والماس دي اساسا عشان تعمل ايش؟ تدي اتاتشمنت للسمول ماسلز والبرينيوم عشان السمول ماسلز والبرينيوم تشتغل تعمل اكشن حاجه خلاص؟ طيب هذه الماس في الميل موجوده ان فرونت اوف انا الكنال بتوين انا الكنال ان الكونتنت اوف يوروجينيتال ترينجل حق الميل وهذه الكونتنت هتشمل الممبرين اليسرى اليسرى والنازله الجزء الاولاني اللي هو بروستاتيك يوروسرا بيكون خلص الممبرين اليسرى طولها حوالي 1 سم والباك اوف بينس جزء من الرود والبينس بيبقى موجود يوروجينيتال ترينجل ده اللي هو ريليتد للبرينيال بودي برينيال بودي كان بين الانال كانال وبين البالبوبينز الممبرينس يوسر تدخل على طول في البالبوبينز تتحول الى سبونجي يوسر تاخدوا الكلام ده تفصيل يعني بعد كده في اليورينري سيستم وفي الجينيتال سيستم في الفيميل برينيال بودي موجود هو بس بيفصل عن ايه اللور بارت من الفجين خلاص هنا اليورينري تراكل ما فيها ديل ركزت انما في اللور بارت من الفجين في الخلف في برضه ماس اخرى بس ماس اخف هذا الماس قويه البرينيال بودي يعني سترونج ماس فايبر ماسكولار ماس هنا في ماس برضه موجوده بين الانال كانال وبين العظمه اللي هي الكوكسك هذه الماس اسمها انوكوكسجيال بودي انوكوكسجيال بودي سيبريتنج الانال كانال عن التيب اوف كوكسك عن العظمة عن الانال كانال بينما البرينيال بودي في الامام يفصل الانال كانال عن الكونتنت اوف يوروجينيتال ترينجل اللي هي في الميل هتلاقي الروت والفينس وهتلاقي اللور بارت البرينس يوريسرا وفي الفيميل اللور بارت من الفيميل طيب الانال كانال لو بصينا عن احنا كده اتكلمنا عنها من بره يعني من ناحيه الريليشن وكده لو بس سمع ان اي سايد ان ريفتر اني مسل لا ديسكو ريفتر فصل ايوه والبقيه البرينيال مسلز طيب لو دخلنا على الميكوزا خدوا بالكم يا شباب في نقطة مهمة جدا في الانكل انا كانت تكون من تو بارتس التو بارتس مختلفين عن بعض اختلاف تام تقريبا اور بارت واللور بارت طبعا في الديفلوبمنت الاوريجين مختلف صح خلاص خدت الديفلوبمنت الابر بارت من الانال كانال تبع الجت تبع الهيند جت خلاص اللور بارت من الانال كانال مو تبع الجت تبع والنمو هو تبع البرينيوم يعني يعتبر تبع السكن والبرينيوم يعني السكن والبرينيوم وهذه الانال بيت اللي ممكن شرحها لكم الدكتور حسام خلاص عملت اللور بارت من الانال كانال يعني معناها ان جزء مختلف لا علاقه له بالجبط انما له علاقه له بمنطقه البرينيوم وما حولها كده من ناحيه السكن والمكان ده كده اما الابر بارت من الانال كانال تبع الجبط طب ده يؤدي الى ايش؟ اختلاف يؤدي الى عدد من الاختلافات عايزكم تركزوا معايا جدا في الموضوع ده يا جماعه خصوصا الناس اللي سرحانين ورا والناس اللي هم مش عارفين احنا رايحين فين وجايين منين ياخدوا بالهم من النقطه دي وجود جزئين مختلفين في الامبريولوجي اشياء كثيره هيؤدي الى اختلاف اشياء كثيره اول حاجه الميوكس ممبر المختلف الميوكس ممبر الابر بارت تبع الجط يبقى ايه سمبل كولومنر زي الريكتم خلاص بينما اللور بارت تبع السكين هيبقى ايه سيرتيفايد سكوامس بس هيبقى نتريتيز في جزء منه وكاراتريز في جزء منه هتكلم عنه طيب دي نمره واحد نمره اثنين البلاس سبلاي فوق
طيب ما تبع البورتال سيستم تلاقي واخد سوبيريور ريكتال والسوبيريور طبعا بيبقى عامل انستوزس مع الميدل ريكتال والانفيريكتال اللي هم اساسا جايين من الانترنال هيليك ومن الانترنال بيودندال ارتريز تمام. لكن اللي يهمنا الفينز ما يهمناش الارتيريا سبلاي، الارتيريا سبلاي ما في مشكله يبقى فيها انستوزس والدنيا ماشيه. لكن الفينس درينج الابر بارت الدرينج حقه تبع البورتال بينما اللور بارت طبعا سيستميك يعني يطلع عليها خيارات اللي هي هو الاسموز الانترنال اللي هي وهكذا. الليمفاتيك درينج مختلف فوق تبع القطر هيدخل على الترنال الليمفروز بينما اللور بار هيبقى تبع البرينيوم تبع السكين وبرينيوم هيودي على السوبرفيشال انجوينال للفلوز تمام. سنسيشن مختلف الابر بارت تبع القطر اوتونوميك يعني ما بقاش سنسيتيف للبين خلاص بينما اللور بارت تبع السكن بيبقى فيري سنسيتيف يعني من حيث المبدا يعني خد بالك عشان احنا لسه هنتكلم في الكوزه ونشوف اللي فيها بس بحط في ذهنك تمام هذه المعلومات ان انت عندك جزئين والجزئين فيهم اختلاف في هذه الاشياء في البلاد سبلاي في الميكوزا نفسها في الليمفاتيك درينيج في النرف سبلاي. طيب الأول بارت إن أنا كان لايند بيش ميكوزا سيمنر اللي هي في الريكتر اللي هي سيمبل كولومنر مش كده؟ طيب ديستنجويشت باي نمبر اوف لونجيتيودنالي اورينتد فولدز اسمها انال كولومنز هتلاقي الميكوزا بين الأول بارت واللور بارت فيها ما يسمى انال كولومنز يعني عبارة عن فولدز من الميكوزا فولدز طولية من الميكوزا هنشوفها في الصورة اسمها انا الكولمز. الانا الكولمز دي متصله مع بعضيها بكريسنتك فولدز يعني الميكوزا عامله فولدز لونجيتيودنال فولدز خلاص كل فولد ماسكه مع الثانيه بكريسنتك فولدز بنسميها ايه انا الفالفز تمام. الانا الفالفز لما بتبقى عندك حته ميكوزا كده تلاقي فيه ديبريشن في الفولد صح ولا لا؟ الديبريشن دي بنسميها انا الساينس. يبقى احنا كده عرفنا ثلاث مصطلحات اللي هي الانال كولمز والانال فالفس والانال ساينسس. دي الكولمز فولد من الميكوزا فولد من الميكوزا لونجيتيودنال فولدز من الميكوزا بنسميها انال كولمز خلاص. وبتبقى هنا ايه في الانال فالفس عباره عن فولد من الميكوزا ماسكه كل التو كولمز تو اجاسنت كولمز ماسكاهم مع بعض تمام. وهتلاقي في ديبريشن في داخل الانال فالف بنسميه انال ساينس. هذه هي كلها مسميات ان الشغل بالنسبه للان الكنال بيبقى فيها شغل جراحي كثير لان في الحاجات اللي هي باثولوجيكال ليجنز الموجوده في الان الكنال كثيره جدا ففيها شغل في الجراحه بشكل كبير فتحتاج ان تكون على درايه بالاناتومي اوف ان الكنال. يبقى احنا عندنا هذا الجزء طبعا هنا ده الريكتم وهنا يعتبر اول بارت من الان الكنال اللي هو لايند بالكولومنر ابيثيليوم تمام. دي الانال فولدز اللي هي انال كولمز وبعدين هنا الكريسنتك فولدز دي بنسميها انال فالفز وداخلها الدبريشن الصغير اللي داخلها بنسميه انال ساينس تمام. طيب الانال فالفز توجذر عامله سيركل حوالين الانال الكلام بنسميه بكتينيت لاين بنسميه بكتينيت لاين وهو يعتبر اللي الديماركيشن بين الابر بارت واللور بارت يعني بين نهايه القف وبين كده يعني الخط ده اللي فيه الايه؟ اللي فيه الانر ساينسز دي هو اللي بنسميه بكتينيت لاين بكتينيت لاين. وبكتين يعني ايش بكتين؟ كلمه بكتين معناها مشط يعني حاجه ليها اسنان كده يعني او يعني ليه كده تمام؟ فسموه بكتينيت لاين خلاص. والبكتينيل لاين هو اللي بيفصل الابر بارت عن اللور بارت في الانال كانال تمام. طبعا انتوا شايفينه بره هنا ده الاكسترنال انال سفنكتر ودي بتبقى فولنتر لكن في انترنال انال سفنكتر داخل الول نفسه ده السيركولار لير حقت القط وكده انترنال انال سفنكتر ودي بتبقى ايه؟ انفولنتر. طيب يبقى انفيريور البكتينيت لاين
ترانزيشنال زون بسميها انال بيكتين تحتيها، ودي بتبقى كفر اللي هي نان كراتينايزد ستراتيفايد سكوامس سيلر. لكن دخلنا في الاور بارت نان كراتينايزد ستراتيفايد سكوامس سيلر، لكن الجزء اللي تحتيها تمام بيبقى هي انو كوتينيوس لاين بسميه وايت لاين. تمام بيبقى لايننج ايه الانال كانال بيبقى عباره عن ترو سكن. ترو سكن يعني اخر جزء بيبقى ترو سكن يعني كراتينايزد استراتيفايد سكومسيليا، والجزء اللي فوقيه نان كراتينايزد، وهما الاثنين مع بعض دول تبع الوار بارت. فوقيهم بقى بعد فوق البكتيريال لاين هنلاقي ايه؟ هنلاقي الجزء الابر بارت اللي تبع الكابتر اللي هو لاين بايه؟ بسمبل كولامنا بيسيليا. طيب لان الكلام سراوندد بالايه؟ بالانترنال والاكسترنال انا الاسفنكتر. تمام وعرفنا احنا الانترنال اللي داخل اللون نفسه اللي هي السيركولار لير حقة القط ودي انفولنتري، بينما الاكسترنال فولنتري بتتكون من ثلاث بارتس بس. الحقيقه ان الوقت يعني والمساحه المحاضره ما كانت يعني تسمح ان احنا ايه نشرح الاكسترنال انا الاسفنكتر بالتفصيل، هي فيها يعني تتكون من عدد من الاجزاء وتحتاج بعض الوقت في الشرح، لكن الوقت المتاح لنا ومنحت الاوتكمز كمان يعني محدوده، فاحنا سيبناها للي اشتغل في الجراحه بعد كده يدور عليها. طيب ادي المنظر يمكن هنا اوضح شويه، دي الانا الكولنز والانا الفولدز ودي الانا الساينسس اللون الازرق شايفين؟ انا الساينسس. طيب تحتيها هنا دي الاكتينيل لاين، هنا الجزء ده اللي هو ايه؟ نان كراتينايزد سكوامس ابسيليم، بينما هنا ده ترو سكن كراتينايزد سكوامس ابسيليم. تمام؟ طيب انترنال انا الاسفنكتر هنا داخل اللون، ودي الاكسترنال انا الاسفنكتر بتتكون من 3 بارتس. فهنا من ناحيه الاناتومي بيعتبر هذا الجزء هو الانا الكنال كده دايركتر، اما من ناحيه الجراحه يمتد بها نهايه الكولومز. نهايه الكولومز تدخل تبع الانا الكنال من ناحيه الجراحيه. اساس شغل الانا الفيشرز والانا الفيستولا والبايلز والكلام شغل كبير جدا. واضح يا شباب؟ طب البلسر لايت تتوقع في الريكتم، الريكتم والانا الكنال مع بعض. سوبيريور ريكتر ده عباره عن ايش؟ كونتينويشن للانفيريور زنتركار. طيب الميد ريكتر ده برانش من الانترنال ليبيك. الانترنال ليبيك الانفيري نكتر برانش من الانترنال بويدنتال اللي هو برانش من الانترنال ليبيك. الانفيري نكتر جاي من الانترنال بويدنتال، الانترنال بويدنتال اصلا من الانترنال ليبيك. الميديال دايركت برانش من الانترنال ليبيك من الانتيريور ديفيجن انترنال ليبيك. وبعدين السوبيري نكتر دي تبع ايه؟ تبعنا تبع القط تبع الانفيري موزنتال خلاص؟ طيب الهايند جات هما الثلاثة بيعملوا الاستموزيس 3 ارترز دول، اثنين جايين من البلفس واحد جاي من فوق، يعملوا الاستموزيس مع بعض ويغسلوا الريكتم والانر كامل. الفينا زريج هو الأهم في الموضوع. تمام الفينا زريج بيروح للفينس بليكسس موجودة تحت الميكوزا سب ميوكس فينس بليكسس. طيب وبعدين تروح لاكسترنال فينس بليكسس وتنتهي بان هي تعمل دريج للايه؟ السوبيريور والانفيريور جروبز اوف فينز. السوبيريور جروب اوف فينز تبقى تبع البورتال. تمام؟ تروح للانفيريور مزنتريك فين بينما الانفيريور جروب تبقى تبع السيستميك سيركوليشن. انتهى في الانترنال اليك فين. والنقطة اللي بينهم طبعا نقطة انستوس ما بين البورتال والسيستم. النيرف سبلاي زي ما احنا قلنا الريكتم والابر بارت من الانا الكنال الاوتونوميك. تمام؟ وبالتالي تبقى نوت سنسيتيف للبينفول ستيمولاي. تمام؟ بينما اللايننج اللور بارت من الانا الكنال بلوزا بكتينيت لاين تبقى سبلاي بالانفيريور ريكتال نيرف تبقى فيري سنسيتيف للبينفول ستيمولاي.
بس في الثاني اللي هو انفيرو جروب ثاني بصوت ليش؟ الفيري الجروب سيستميك تروح للانتنا ليك ممكن تروح برضه حاجات من السوبر السوبرفيشال انجوين واضح يا شباب؟ الفيري الثاني برضه فوق البكتيريا لاين انتنا ليك وتحت السوبرفيشال انجوين يعني واضحه الفروق فروق واضحه من ناحيه اللايننج من ناحيه الفينس درينج من ناحيه الليمفاتيك درينج من ناحيه الانرفيشن واضح الفروق بين الابر بارت واللور بارت من الان للكلام. طيب فهذه الفروق في هذه الاتجاهات الخمسه الكوزا لايننج الانرفيشن ابتدى سبلاين الفينس درينج الليمفاتيك درينج. ايوه الليمفاتيك درينج الابر بارت ما يكون تبع الهاين جت هو الهاين جت الجت عموما بيروح للايه البري اورتك ليمفونز بري اورتك في الهاي بيفض في البري اورتك ليمفونز لكن هنا الريجنال جروب من الليمفونز اللي قلنا له بيفض فيها في الاول تعتبر البرايمري ستيشن للاكسجين الفيسر حقه البلفيس تمام بينما لو ربط تروح السوبر فيشرنج تبع خلاص يا شباب؟ طيب كنت عايز اديكم محاضرة تانية.